تمام الساعة الثالثة صباحا قام الطيران استهداف المدينة بثلاث غارات جوية أدت إلى دمار كبير في المباني السكنية، وقد استطعنا من إخراج 10 شخصا من تحت الأنقاض، 7 أطفال وامرأتان ورجلان. ما زال العمل مستمر على مفقودين، يوجد لدينا ما يفوق 10 أشخاص مفقودين تحت الأنقاض. الجملة هون هذا في هاي البناية أخيو في أنا عيالي كلهم بناتي التنتين وصهري جوز صهري أولادهم وكلهم أخيو البنات راحوا يعني كلهم انتقلوا إلى رحمة الله.